القضايا دي كلها. نعم. نقدر نقول نصيحة للأم، إمتى تحسي إن طفلك فعلا بدأ في الطريق ده؟ والله يا آية بصي بقى، بعد اللي أنا شفته امبارح، أنا شفت ناس ولاد ناس جدا لا أهاليهم أثروا في تربيتهم ولا اتأخروا عنهم. المدمن بيتولد مدمن، والتأثير الشارع أقوى من أي بيت. فما تقولي ليش الأبهات والأمهات هيعرفوا يسيطروا 100%، هما كل الموضوع لو هي لاحظت إن هو ماشي في الطريق ده إزاي ترشده بس يرجع، يعني يبقى عندها هي الإجابات. فالنهاردة احنا هنحط لينك على الصفحة أو أرقام رابطة المدمنين المجهولين، لأن هم عندهم إجابات كافية علمية بقى، يعني أشطر مني، يقدروا يردوا على الناس إزاي يرجعوا الناس من الطريق ده بسرعة، خصوصا اللي على الشط برا، مش اللي في قاع المحيط بقى غرق. عايزين يعرفوا عنها أكتر. احنا في المبادرة اللي الشباب دول شغالين فيها، انا بصراحه بعد ما البرنامج وقف لقيت ان انا عندي وقت اعمل حاجات اللي انا نفسي اعملها، اللي انا ما كنتش بعرف اعملها والبرنامج شغال، منها موضوع المخدرات ده. قلنا يا جماعه اللي عايز يتعالج يجي لنا، نعمل بيه جدول كده ونبتدي ندور على اماكن تتطوع بالعلاج ونوديهم. جالنا طبعا اعداد رهيبه، ابتدينا نودي للاماكن، نعرفهم فين الاماكن يعني ويروحوها.